السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبتي الأعزاء، طلبة الدكتورة رانيا عبد الله عبد المنعم، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في الفصل السابع، أجهزة العرض متعددة الإثارة. نتمنى على حضراتكم اتباع التعليمات الموجودة في الشريحة أمامكم وإحضار الكتاب المقرر الجامعي وإضافة الإضافات وتصحيح الأخطاء الوجدت في الصورة الموجودة أمامكم التي تشير إلى أن هناك إضافات جديدة. ما زلنا مستمرين في أجهزة العرض متعددة الإثارة من الراديو والتلفزيون والسينما، وسنتناول آخر موضوع إن شاء الله في اللي هو الفصل السابع والمقرر الدراسي للفصل الدراسي الثاني 2019-2020. في آخر موضوع إن شاء الله اللي هو السينما والأفلام التعليمية، أو ما يطلق عليه الصور المتحركة، أو ما يطلق عليه بالفيديو التعليمي. تلاحظوا إنه في المقطع السابق كنت لما أحكي الفيديو التعليمي أعود أصحح بالتلفزيون التعليمي، لأنه في فرق ما بينهما، حيث أن السينما والتلفزيون يختلفان عن بعضهما البعض. فالسينما أو الأفلام أو الصور المتحركة التي تعرض عن طريق جهاز عرض الأفلام السينمائية أو التلفزيون، وهي وسيلة تحليلية توثق أحداث تاريخية أو أشياء تم أو مواقف تم إعادة تمثيلها، كما يمكن إعادة توثيق موقف تعليمي أو تصويره للأشرفة، وتكون وثيقة الصلة بالواقع، ويمكن التحكم بعرضها من حيث التكبير والتصغير أو حذف أجزاء غير مرغوب فيها وإبراز خبرات ذات صلة مرتبطة بالأهداف التعليمية في المنهاج الدراسي. حيث تهدف الأفلام التعليمية لتزويد المتعلم بخبرات حقيقية للأحداث والمواقف المختلفة، وهي كغيرها من وسائل التعليم تعمل على جعل التعليم سهلا وميسورا. التلفزيون التعليمي هو عبارة عن تسجيل للدروس، عبارة عن تسجيل للدروس. أما بالنسبة للي هو السينما أو الأفلام التعليمية، هي عبارة عن توثيق لأحداث تاريخية أو إعادة تحليلها أو توثيق لموقف أو تصويره وأرشفته، وهي تزود المتعلم بخبرات حقيقية وليست خبرات مسجلة أو إعادة تمثيل إلها. فمن الأفلام السينمائية أو الأفلام التعليمية أو الفيديو التعليمي، هناك أفلام روائية يمكن مشاهدتها في دور العرض العامة وتعالج موضوعات مختلفة بقصد التسلية أو التثقيف. أما في عندي اللي هو الأفلام غير الروائية، وتكون قصيرة ذات تتراوح مدتها لا تتراوح مدتها ما بين 5 إلى 40 دقيقة. الأفلام غير الروائية في موجود عندي اللي هو الأفلام الدراسية، وتعالج موضوعات مرتبطة بالمنهاج مثل أفلام الكهرباء والتجارب الكيميائية والعمليات الفيزيائية. ركزوا في النقطة اللي موجودة عندي هنا في تصحيح الكتاب، إنه في أفلام روائية وفي أفلام غير روائية، وينبثق عن الأفلام غير الروائية الأفلام الدراسية والثقافية وأفلام المهارات والحقائق والجريدة السينمائية والروايات المصورة وأفلام الدعاية. نيجي نخدهم بالتفصيل واحدة واحدة. الأفلام الدراسية متعلقة بالمنهاج الدراسي، أما بالنسبة للأفلام الثقافية فهي بالإطار العام لموضوعات تهتم باللي هو الحياة وأعماق البحار والمحيطات والمشكلات الاجتماعية والتطور التكنولوجي، وتكون إثرائية للي هو موضوعات أو اللي هو الأهداف المراد تحقيقها في المحتوى الدراسي. أما بالنسبة لأفلام المهارات، بتشرح أداء كيفية اللي هو عمليات مثل شغل الإبرة، اللي هو عملية الحياكة، السجاد، الصوف، تركيب بعض المجسمات والنماذج، أو أضاء أو أداء بعض الحركات الرياضية، أو أداء بعض الحركات الكمبيوترية، أو اللي هو أداء مهارات كمبيوتر الصيانة إلى آخره. أيضا في عندي أفلام غير روائية اللي هو أفلام الحقائق والوقائع، والتي تعرض حقائق معينة عن الواقع في شكل قصة بعيدة عن التمثيل، يعني حقيقية فعلا، فيضان، براكين، زلزال، ظهرتي، كسوف، خسوف. أما الجريدة السينمائية وهي تعرض أخبار المحادث واقعية مختصرة ومتنوعة، مثل موضوع برنامج حدث في مثل هذا اليوم والكل إيش بيعرفوا. الروايات المصورة وهي أفلام سينمائية تمثل موضوعات أدبية وعلمية وتاريخية ومجتمعية، تناول ظاهرة الطلاق، تناول ظاهرة الإدمان، تاريخية اللي هو إيش فيلم الناصر صلاح الدين، بعض الأشياء العلمية اللي هو
ممكن تخص اللي هو كيفية الوقاية مثلا من فيروس كورونا، أو كيفية انتشار فيروس كورونا زي ما شفناه مقاطع كثيرة بتورجينا إنه اللي هو اللمس، بيلمس سطح واحد بيجي بيلمس وراه، أو اثنين بيسلموا مع بعض والتاني بيسلم، كلها بتؤدي إلى إيش؟ رواية مصورة بحيث إنها تنقل توعية أو تنقل فكرة معينة. أفلام الدعاية تتجه عدة مؤسسات الشركات التجارية أو الصناعة بقصد الدعاية والإعلان عن منتج معين. إيش هي مميزات السينما والأفلام التعليمية؟ الاستحواذ على الانتباه، إبراز الحقيقة وتدعيمها، تقديم أفكار مشتركة، تعديل اتجاه التلاميذ، تعليم التلاميذ المهارات، تسجل الحالات والخبرات، التحكم في سرعتها، إحياء الماضي، تقريب الأماكن البعيدة، إنه ممكن أكبر ممكن أصغر، ممكن أظهر الأمور المختفية، قلة التكاليف، توضيح علاقات مجردة، عرض حركة وتفسيرها، توظيف كافة الحواس السمعية والبصرية والحركية في آن واحد، وعدم المخاطرة في تدريس بعض الموضوعات كمخاطر الأسلحة والتركيبات الكيميائية. الاستحواذ على الانتباه، شد الانتباه، إبراز الحقيقة وتدعيمها حول حقيقة معينة في اللي هو مثلا اللي هو زي ما قلنا انتشار فيروس كوفيد 19 كورونا المستجد، عافانا وعافاكم الله، انه بيقدم افكار مشتركه، انه بيعدل سلوك التلاميذ حول ظاهره معينه، النظافه الشخصيه او احترام الكبير او احترام الصغير، انه انا بعلم مهارات ادائيه معينه للطلبه، اني بسجل حوادث، بتحكم في سرعه العرض الى اخره. ايش المحاذير؟ انه يجب ان يكون هناك ملائمه للفيلم لاهداف الدرس، ما في داعي ان اجيب فيلم بس سينمائي حتى لو كان تثقيفي او تسليه، لازم يكون يناسب خصائص اللي هو وعمر المتعلمين. من الممكن حدوث ادراك خاطئ عند التلاميذ عن الزمن، خاصه بالحوادث التاريخيه، حيث يظن التلاميذ ان الحادثه استغرقت نفس المده الزمنيه لعرض الفيلم، فلازم انا اوضح لهم انه هذا مر في فتره حقبة زمنية معينة، وكان مدة 10 سنوات، 100 سنة إلى آخره. حدوث إدراك خاطئ عند التلاميذ عن الحجم، حيث أن الصورة تظهر بحجم يملأ الشاشة وذلك ليس حجمها الطبيعي، مثل إبراز اللي هو الخلايا المجهرية أو اللي هو قطاع عرضي من النبات. قد يستنتج التلاميذ استنتاجات عامة غير صحيحة، وعلى المدرس تعديل هذه التصورات. السينما وسيلة للاتصال الجماعي، وذلك لا تراعي الفروق الفردية. أيضا قد تكون استخدام الأفلام أكثر كلفة من استخدام وسائل تعليمية أخرى، وعلى المعلم دائما اختيار الوسائل الأقل تكلفة والتي تحقق الأهداف التعليمية بشكل فعال أكثر. على منتجي الأفلام مراعاة مستوى فهم التلاميذ، حيث يحتوي على مشكلات عامة خصوصا في حالة اللي هو الأفلام السينمائية أو الأدبية والتاريخية، حين استخدام مصطلحات لغوية يعني أدبية مبالغ فيها ومعقدة. أيضا من خطوات الاستخدام للأفلام، إنه يجب اختار الفيلم في ضوء أهداف معينة وما يريد بلوغه في الدرس، وإعلام التلاميذ بأهداف الدراسة. إني أهيئ المدرس، يحدث كثيرا ألا تسمح الظروف المدرس بمشاهدة الفيلم قبل حجزه. في مثل هذه الأحوال يكون استخدم الفيلم مضيعة للوقت، حيث يجب التخطيط المسبق بتسجيل الفيلم وتقييمه وعرضه على التلاميذ. يعني أنا كمعلم لازم أحضر الفيلم في الأول وأجهز إيش النقاط اللي ممكن أركز عليها، وإيش النقاط اللي ممكن أقدمها أتخطاها، بحيث إن أنا أوصل أكبر قدر ممكن من المعلومات المفيدة للمتعلمين. إنه أنا يمكن مطلوب مني إني أهيئ أذهان التلاميذ قبل موعد على العرض مثلا بيومين ثلاثة بأسبوع على الأكثر، وإني أجهز قاعة الأرض وأعطاء المتعلمين نبذة عن الفيلم، ويجب عليهم اللي هو تدوين الملاحظات بضوء القائمة الرئيسية اللي أنا بعطيها للمتعلمين. إنه في حالة عرض الفيلم، إنه يجب أحفزهم على المشاركة الإيجابية في مشاهدة الفيلم، وتوجيه بعض الأسئلة ومناقشتهم بين الحين والآخر. بعد ذلك بتم اللي هو عملية التقييم والمتابعة، وليس يقتصر على مشاهدة الفيلم، بل يجب أن يقام بنشاطات تحفيزية توضح النقاط الغامضة حتى تأتي الوسيلة أو اللي هو الفيلم السينمائي ثمرته بتحقيق الأهداف المرجوة. أيضا من كملاحظة هامة من فوائد تقديم الفيلم إلى التلاميذ، تمكينهم من وصل خبراتهم السابقة بما سيشاهدونه بالفيلم من خبرات جديدة
وهذا يسمى بالتعلم ذات المعنى الذي نادى به برونر وزابيل، كما أنه ساعد على زيادة رغبتهم في مشاهدة الفيلم. إن شاء الله سيتم اللي هو مشاهدة فيلم سينمائي عن كيفية حدوث الزلازل والبراكين، وهذا موضوع أخذناه في درس الجغرافيا، فهيك أنا بكون حفزتهم للمشاهدة وما سيتم مشاهدته عبر اللي هو السينما التعليمية. هنا في عندي تمييز بسيط بين السينما والأفلام اللي بتكون جاهزة، إنه أفلام وسائط تعليمية جيدة تمتاز بكونها تخاطب اللي هو حواس المتعلم السمعي والبصري والحركي في جو من الإثارة والتوشيق، حيث تساعده على إدراك الحقائق وفهمها واستيعابها. فالفيلم محتوى تعليمي تعلم ويقدم المعرفة بشكل جذاب وتسلسل يثير الشوق للمتابع بعيدا عن الجهد، أي أن الفيلم يوفر الوقت والجهد على المعلم والمتعلم في آن واحد ويحقق أهداف تعليمية في وقت قصير. رغم الفروق الفردية بين الطلاب إلا أنه يخاطب كافة الأنماط التعليمية، هي نفس الصور المتحركة، هي نفس السينما، هي نفس الفيديو التعليمي. وأيضا هو عبارة عن فيلم ذو مقياس 16 مليمتر، يعتبر خاصا بالأفلام التعليمية والإرشادية، ويعرض من خلال أجهزة خاصة من هذه الأفلام أنها غير ناطقة، ممكن عرضها من 3 إلى 5 دقائق، أو أنها أفلام ناطقة وبكون عرضها من 5 دقائق إلى 40 دقيقة مستمرة بدون توقف. الفوائد التربوية، أنه توفر الأفلام المتحركة جو من الإثارة والتشويق والانتباه، وتؤدي إلى تعلم أسرع بقدر أكبر من المعرفة. بشكل الفيلم بديلا عن الحقائق العلمية وبنقلها بأمانة. إمكانية التحكم في عمل التصوير البطيء والمرحلي، ويقدم الفيلم مواقف تعليمية يصعب تقديمها في وسائل أخرى مثل نمو النبات وانقسام الخلية وبعض الظواهر الكونية كالكسوف والخسوف. إيش الفرق بين السينما، الأفلام التعليمية والتلفزيون التعليمي؟ التلفزيون التعليمي قناة اتصال في اتجاه واحد، لا يمكن التحكم فيه اللي هو عرض المادة العلمية، وزي ما قلنا لكم بتم تسجيلها على مقاطع فيديو، فأصبحت السينما والأفلام التعليمية هي معالجة لمشاكل وتحديات التلفزيون والبرامج الإذاعية التلفزيونية التعليمية. إيش التحديات ومهام المعلم والمتعلم بالنسبة للسينما والتلفزيون؟ زي ما قلنا لكم إنه يجب اللي هو في التلفزيون تحدثنا عنها في الموضوع السابق، أما بالنسبة للسينما بختار مقطع الفيديو أو الفيلم التعليمي، بهيئ الطلاب والمتعلمين للمقطع، بحفزهم لمشاهدة المقطع أو الفيلم التعليمي، ومن بعد ذلك بقيمهم وبعمل معهم نشاطات بحيث أن أقيم تعلمهم على الأفلام التعليمية. بذلك نكون قد أنهينا اللي هو الفصل السابع، أجهزة العرض متعددة الإثارة، مع موضوع السينما والأفلام التعليمية والصور المتحركة. وبذلك أنهينا مساق تقنيات التدريس للفصل الدراسي الثاني 2019-2020. دمتم بخير ودمتم بود، مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، حفظكم الله وسدد الله خطاكم وأخرجكم من شرور هذه الأيام. مع تحياتي دكتور إسماعيل عمر حسونة وزميلتي الدكتورة رانيا عبد الله عبد المنعم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نطق الحق.